guddiga jaaliyadda ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee dalka Jarmalka ayaa lagu doortay magaalada Frankfurt ee dalkaasi Jarmalka shir maalintii Sabtida ahayd oo ay taariikhdu ahayd 10/11/2014 ee 2014ka kaasoo ka dhacay xarunta dawladda federaalka Itoobiya ay ku leedahay magaalada Frankfurt ee dalkaasi Jarmalka kaasoo lagu doortay guddigii hoggaamin lahaa jaaliyadda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalkaasi Jarmalka labada sano ee soo socota هتين نقطه منين تجي جاليات الى هذا هو ان شغل جاليات بريالي لا يرد جاليات بريالي اورك هو جاليات بريالي الا حتى وحنا هينين يعني برنامج هو شغال برنامج جاليات هو شغال الى ان ترنو كما كان جوك وان اجرا وحنا يراهدو ان اما بس كدي وانجلس وحي فاو فاين يعني فاور وهو الى كدي وانجلس ترنو سيدي مركا اوركا دخف بان ان لو غديغلا او لو ودا ميلنا او هل مغع هو شغيلنا او هل فكر هو شغيلنا او هل دد يا هل قوبي هو شغيلنا يا وين ما كان فكر هو هكا كدشا تكلا وعم هو يهدي لي صوت ياريان يعني زتون كي لو ديوان غيلنا حتى لو كان صوت ياري بو اي زتون كان لفتي سي الدخل واخر يوم اللي قال هي زتون كان بوش خدل دونا او جاليدا لوتس دونا زاد سوكا سوكا حمد دونا او بحاول على ريف كي اسوسيشن كلها كلها فاكو سمعين دونا قاب كاسا او شخين دونا عندك يما اسمامو كاسو مالي دي ايتوبيا قاب كاسا او شخين دونا السفارة دها دي ايتوبيا وان وحا انا كاسو سارا وح اللي يرادو يشيك وح بروناتيفا يعني ان التيتو اللي تعبان كانو او نوال بو اركيب او بايس تاكا هالشي وانا ناسو حب ايش انسان انا وحا ولا هذا اللي نيكا اللي يرادو يشيك قبرا ولا هذا قبرا ولا هذا اللي وان تلفق ولا بحر صعب الا والا يعني بسوا ادما وشركه ولا بحيه واجن ماشي وحنا ربنا ولا كنا وقبنا ربنا سيتغري ولا وصاي سنه ربنا صعب ولا هل بس مرجع وان فهم وان دروس دي بعيد الجسر وان اوكي بعيد ما حتى له كلمه كان هذا كان طالته ولا ولا قصيصا ونك سو ما انت قحيتيا هو باهي ام وقت والله قرب البهين هاي محام قرا حفيش هذا دولة الله تربو البهين ترى لا قصي يقارب خيوط النملة البهين مال وقصو يرتب مال وخلو آخرين ما رح لو آخر مال وقصو يرتب يا بعرف كده كي يعني هو يهون بدل الفكري هدي اللي يلا نو ولا بقيس كده صبح ماشي أتجاي نصار داف ولا كسم والله سايكولوجي هذا سايكولوجي هو والله عاد راتي بس هي ثالا مرتو رجع أنا بناك صبح إن أرسلنا عنده ودي هنا أوتر فكر كم بدايسنا هذا ما أنت قاطع واحد اللي ما يقول ما زلت